مرحبا بكم. ماذا يقصد بالحجز الاحتياطي؟ هو إجراء تحفظي وتدبير احترازي يصدر من القاضي بناء على طلب من الدائن الذي أصبح دينه مستحق الأداء وغير معلق على شرط، ويقصد منه تفويت الفرصة على المدين من تهريب أمواله أو إخفائها بقصد حرمان الدائن من استيفاء حقه. قاعدة أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه إلا إذا استثنيت بنص قانوني، فالأصل هو جواز الحجز الاحتياطي على جميع أموال المدين، والاستثناء هو منع الحجز الذي يتعلق بالنظام العام أو يرتبط بأهداف إنسانية أو اقتصادية أو مالية.